برونو ميتسو المشعوذ الأبيض، لقب عمره محبه. كان شايفه مبتذل لأنه ما كانش بيسحر، هو كان بيشتغل بقلبه وبكل طاقته، ولأنه صحيح بشرته بيضة ومختلفة عنهم، لكن روحه ممزوجة بطين قارة إفريقيا لحد آخر ذرة فيها. وكلنا عارفين ميتسو من إنجازه التاريخي مع السنغال في كأس العالم 2002، لكن اللحظة دي ما اتخلقتش من العدم، كان قبلها لحظات إحباط كتير وبعدها لحظات ألم وبكاء. ميتسو ما كانش اسم تدريبي كبير في فرنسا، أشهر نادي مسكو كان ليل سنة 1992، وبعد 7 شهور بس تمت إقالته بطريقة مهينة. رئيس النادي استدعى لمكتبه وقال له جملة ما قدرش ميتسو ينساها: أنت أكيد سمعت الخبر، إحنا قررنا الاستغناء عن خدماتك. ميتسو حس بالإهانة لكنه واصل مغامرته في أندية فرنسية صغيرة، لحد ما جه اليوم اللي غير حياته، عرض تدريبي من منتخب غينيا سنة 2000. ميتسو وافق وساب بلده فرنسا ورا ظهره، وما كانش عارف إنه في طريقه للقارة اللي هتكون موطنه الأبدي. ولسبب ما كانش معروف ساعتها لكنه هيبقى معروف بعدين، ميتسو ما ولفش على غينيا وغينيا ما ولفتش على ميتسو. دخل في خلافات كتير مع اتحاد الكورة واشتكى من ضعف البنية التحتية والإمكانيات، ورحل عن منصبه بعد شهور قليلة. والسبب اللي بقى معروف اسمه السنغال. القدر كان شايل له مهمة مستحيلة وهو تقبلها ووافق عليها، وهي حلم الوصول للمونديال. ممكن تستغربوا، لكن لحد 2002 منتخب السنغال كان عمره ما تأهل لكأس العالم، ويمكن سمعة ورهبة وهيبة السنغال الموجودة دلوقتي ما كانتش هتحصل لولا ميتسو. ومهمة ميتسو كانت مستحيلة، مش بس علشان السنغال ما كانتش منتخب كبير، لكن بسبب الوضع الفوضوي اللي جه لقى عليه المنتخب. نجوم كتير كانوا مستبعدين في فترات سابقة لأسباب انضباطية، وهو قرر يفتح صفحة جديدة مع كل اللاعبين. ميتسو احتوى في وقت بسيط حجرة الملابس السنغالية المليئة باللاعبين المشاغبين، وبقى أب ليهم بيحترموه ويحبوه. وهو في المقابل كان مؤمن جداً بلعبته، ودايماً حسسهم إنهم أفضل منتخب في العالم وإنهم يقدروا يهزموا أي فريق. وسنة واحدة تقريباً احتاجها ميتسو علشان يقدم منتخب السنغال للعالم، مش بإنجاز واحد، لأ، بإنجازين: التأهل للمونديال لأول مرة على الإطلاق، والوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية برضو لأول مرة على الإطلاق. وكم كانت قاسية ركلات الترجيح على السنغال في نهائي 2002 قدام الكاميرون، وحرمتهم من لقب لمسوه بأصابعهم. والكل اعتقد إن بعد شهور قليلة في كوريا الجنوبية واليابان إن السنغال هتكون حصالة مجموعة بتضم فرنسا والدنمارك وأوروغواي. السنغال كانت على موعد مع صدمات قدام منتخبات أقوى في التاريخ والأسماء وأتقل في اللاعبين وأكثر خبرة وتجربة، لكن كل العوامل دي ما كانش ليها لازمة قصاد الخطب الحماسية لميتسو. وفي ليلة الافتتاح قدام فرنسا، نشرت الصحافة تقارير صادمة عن لهو لاعبي السنغال للساعة 2 بالليل في أوضهم قبل ساعات قليلة من أهم مباراة في حياتهم، عشان يدافع ميتسو عن لعبته ويقول: لست شرطياً، كرة القدم هدفها المرح، وأنا أعرف جيداً ما يستطيعون تقديمه على أرض الملعب. مواجهة فرنسا ما كانتش مجرد مباراة قدام بطل العالم وأوروبا وأحد أقوى أجيال كرة القدم في التاريخ، لا، المباراة كانت ليها أبعاد تانية خالص. في 21 من أصل 23 لاعب في قائمة السنغال كانوا بيلعبوا في فرنسا، ومنهم اللي كان يحقله يمثل فرنسا لكنه ما كانش جيد كفاية عشان يرتدي قميص الديوك. منتخب السنغال كان أشبه بلاعب الصف الثاني في فرنسا، أو ربما حتى الصف الثالث، ولو في فرصة عشان يقدروا ينطحوا نجوم الصف الأول في نزال متكافئ، فالفرصة دي كانت 31 مايو سنة 2002 على ملعب كأس العالم في سيول. الوضع ما كانش مختلف لميتسو، مدرب فرنسي بيلعب قدام بلده اللي منجحش فيها تدريبياً، بل تعرض فيها لإهانة كبيرة، موقف كان مناقض للحب والعشق اللي حسوا من الشعب السنغالي. ويوم المباراة الصبح قال ميتسو تصريحه الشهير: دعونا نرى إن كان التلاميذ قادرين على تعليم أساتذهم شيئاً ما. وفي أوضة اللبس
ألقى ميتسو خطب حماسية رهيبة على لاعبيه، وبدلاً من الخروج للملعب وتلقي الهدف تلو الآخر أمام أقوى منتخب في العالم، شعر لاعبو السنغال بعد كلمات مدربهم إنهم لا يقهروا، إنهم أسود بجد مش مجرد لقب. والمعجزة حصلت بهدف بابا بوبا ديوب. ما كانش أجمل هدف تشوفه، لكنه كان أهم هدف سجلته السنغال في تاريخها. العالم اتصدم، والرئيس السنغالي أعلن عن عطلة رسمية في عموم البلاد، لكن قصة الأحلام كانت في بدايتها فقط. بعد أيام أنهى سليف دياو واحدة من الهجمات المرتدة الخالدة في تاريخ المونديال عشان يخطف نقطة للسنغال ضد الدنمارك. وفي الجولة الأخيرة حققت السنغال تعادل تاني قدام أوروغواي، وقدرت تتأهل للدور التاني. الجنون تواصل في ثمن النهائي لما سجل هنري كامارا الهدف الذهبي في شباك السويد، عشان تبقى السنغال تاني منتخب إفريقي بس يوصل لربع النهائي بعد الكاميرون سنة 90. لكن للأسف فالسنغال شربت من نفس الكاس قدام تركيا، وخسرت بالهدف الذهبي عشان تنتهي المغامرة الجنونية. وفي السنغال تحول ميتسو لبطل شعبي، بل تخطت علاقته بالسنغال كرة القدم، خصوصا لما أشهر إسلامه وغير اسمه لي عبد الكريم، وتزوج سيدة سنغالية اسمها رقية. ورغم رحيله عن السنغال بعد كأس العالم، لكن ميتسو ما توقفش عن تحقيق الإنجازات، فقاد العين الإماراتي للفوز بدوري أبطال أسيا سنة 2003، قبل ما يقود الإمارات للفوز بكأس الخليج سنة 2007 لأول مرة في تاريخها، وكأنه المدرب المتعهد بكل المرات الأولى. في 2012 اتولى ميتسو تدريب الوصل الإماراتي خلفاً لمارادونا، وهناك أشرف على تدريب شيكابالا. لكن في إحدى الزيارات للطبيب حصلت الصدمة، ميتسو مصاب بالسرطان وقدامه شهور قليلة لحد ما يموت. خبر نزل كالصاعقة على محبي ميتسو وما أكثرهم، وكان نقطة الختام في مسيرته الكروية، لأنه تقدم باستقالته من تدريب الوصل وبدأ مباراته الحقيقية، مباراة من أجل حياته بجد المرة دي. ميتسو كان إنسان مش بيستسلم، مش بيؤمن بالمستحيل، وده خلاه يقدر يقاوم السرطان لسنة كاملة ويتخطى مراحل كانت كفيلة بالقضاء عليه. لكن لما اشتد به المرض وعرف إنه في مراحله الأخيرة، بدأ ميتسو يتساءل، أنا عملت إيه في حياتي؟ يا ترى الناس هتفتكرني بعد ما موت؟ هل كل اللي حققته كان كافي؟ وهنا طلب من زوجته رقية إنها تعمل مؤسسة خيرية باسمه بعد ما يموت، لمساعدة الأطفال الفقراء في إفريقيا. وفي المستشفى لما خلاص كان فاضل أيام على وفاته، قال رقية مراته إنه عاش معاها أجمل 10 سنين في حياته، وآخر طلب ليه كان إنه يدفن في السنغال بمقابر عائلتها، علشان يرقد جسمه للأبد في البقعة الأقرب إلى قلبه على الإطلاق.